مصيبة صح؟ مصيبة اي صح شو بالصح، بس اكو تعقيب عليها يعني على مود ليه صح وخطا. صح لان العالم ما تعرف اياد منه، اياد القوي الرجل جاي يطلع بشخصيه مال مايا، شوفه مايا ما يعرفون منه اياد خلف خلف نوتيلا منه، هو كاركتر بس صح. اثر علي هواي. شلون اثر اول ما طلع من المواقف يعني اول يوم اصور بي كاركتر نوتيلا لحد هسه اتذكرها الساعه 8 بالليل، عمي كان يشوفني تحياتنا لعمي، كان يبغى عليه قال شو مسوي؟ شو مسوي بروحك؟ قلت له لا عمو بس هاي شخصية وكاركتر. قال لا ما يصير. قلت له شوفها شوفها كلش حلوة تعجبك. كان أول يعني بعدني ما منزل الفيديو ما مسوي له مونتاج، جاء اعتراض من عمي ما حد يدري بيك إنه أنت ممثل وتاخذ كاركترات. ما كان أكو انفتاح قوي. هسه اختلفت وهسه هم أكو عالم هواي مخضع عليه نظرة أبد ما حلوة إنه هذا يمثل دور الكيكي دعوفة يا معود شنو عوفة؟ اي هاداني اي من يقعدوا ياي لا اللي يبهوا علي وين احنا كنا لا ماخذين علي نظره ما حلوه. اثرت هي اثرت حلوه بس اثرت سلبا بس الايجابي اكثر تمام.